الله يجزاهم خير المشايخ. الشيخ سعيد جزاه الله خير عندما ذكر قصة الدين وقصة الاستعانة بالدعاء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أتاه مكاتب، رجل يريد أن يكاتب ويعتق من الرق، فقال لعلي بن أبي طالب أنا أنت طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبوا لي من دنياكم الطيب والنساء، الله أكبر، فجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك العود غالي والنساء غاليات. نعم، النساء شقائق الرجال. أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أتاه مكاتب فقال يا أمير المؤمنين إني كاتبت وعجزت عن مكاتبتي، ما استطعت إني أسدد دين العتق. فقال له علي بن أبي طالب، دله على قال الله وقال رسوله، قال ألا أعلمك حديث علمنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان عليك مثل جبل يصير دينا لأداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم المسجد فوجد صحابي اسمه أبو أمامة. دائما القائد الزعيم وليس على وجه الأرض أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام. دخل المسجد ووجد صحابي في غير وقت صلاة، فالنبي مباشرة عليه الصلاة والسلام قال ما لي أراك في غير وقت صلاة يا أبو أمامة، يتلمس أحوال أصحابه. قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فيقول أبو أمامة فلزمتها فأذهب الله همي وقضى ديني. فدائما نلزم هذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يقول إذا أصابه هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في حكمك ماض في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا. فقال الصحابة ألا نتعلمها يا رسول الله؟ قال حق لمن سمعها أن يتعلمها. فهذه بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قالها بقلب صادق موقن بالإجابة استجيب له، والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر، فإذا التجأت إلى الله اعلم يقينا أن الله سيجيبك وسيعطيك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. وصلى الله على محمد. الله يبيض. سبحانك إني كنت بارك فيك.